الشخصية الأكثر غموضاً في التاريخ السياسي اليمني الحديث، والسيرة التي لا تزال تثير الانقسام حتى بعد نحو 40 عاماً من رحيل صاحبها. محبوه مفتونون به حد التقديس، وكارهوه يبغضونه بسبب ودون سبب، وكأنه لا مجال للتوسط في النظر إلى صاحب هذه السيرة. منظر متمكن وقائد ثوري كما يجب أن يكون عليه الثوري، وزعيم سياسي تختلف في وصفه وجهات النظر، شاعر مرهف وفدائي زرع الرعب في قلوب الإنجليز، وحد الفرقاء وقاتل الأعداء ولم يسلم منه حتى أصدقاؤه ورفاقه. نصبت له الكمائن وقيد إلى السجون ونجا كثيرا، لكنه في الأخير غادر الحياة كلغز لم يتوقف عن إثارة اللغط حتى الآن. لم يكن يدرك هذا الرجل الأربعيني الذي أحاط نفسه بسياج من المتناقضات بأنه سيقع في فخ رفاقه، وأنهم سيظلون يحتفلون بعيد ميلاده ويتجاهلون تاريخ موته أو اختفائه، وأنه سيكون واحداً من أولئك الذين يمضون إلى الموت بأعين مفتوحة، وأن نهايته ستكون بهذه الطريقة. ربما كان يعرف، وربما ذلك ما أراده لتكتمل أسطورته. عندما ولد عبد الفتاح إسماعيل في نهاية الثلاثينيات، كان العالم يشهد الحرب الأكبر في التاريخ، والتي عرفت بالحرب العالمية الثانية. بالمقابل، تكشف هذه الصور التي تعود إلى سنة ميلاده عن جزء من المعاناة التي كان يعيشها اليمنيون في ظل حكم الإمامة في الشمال. في حين توضح هذه الصور حال عدن الخاضعة للاحتلال البريطاني، ينتمي عبد الفتاح إلى أسرة انتقل عائلها من الجوف إلى تعز، وكان هو أصغر أشقائه 20. وقد تلقى تعليمه على يد والده إسماعيل علي نعمان الجوفي، الذي زاول مهنة القضاء وإمامة الناس في الصلاة. صراحة قد اللي هو أبوه صح؟ ما عرفش حاجة بصراحة يعني، بس يعني أذكر جدتي اللي هي أمه كانت شخصية قوية، وكانت يعني كذا محبة إنه تجمع الأطفال وتعمل لهم يعني قصص وحكايات، وكانت تعلمنا القرآن. يعني ده الكلام أذكر كنا بالقرية وكنا صغار كثير، فيا وين لو واحد مش حافظ. كانت قاسية شوي بس كانت شخصية قوية. أذكر اسمه، يعني كان لما يقولوا جدة مريم يعني حضرت الشخصية القوية. أيوة، ابن الفقيه الفلاح الفقير المولود في ريف تعز، والذي يمتلك جذورا تمتد من أسرة انتقلت قبل عصر طويل، ربما جده أو مباشرة كان قد انتقل من منطقة بدوية في الجوف إلى تعز. في مطلع الخمسينات وصل عبد الفتاح إلى عدن للدراسة فيها على نفقة شقيقه محمد. التحق بمدرسة الإعدادي اللي كانت بالتواهي ودرس فيها، وشفنا المدرسة، وبعدين بعد الإعدادية أخذوا يدرسوا جزء كبير من الثانوية قسم الأدبي.
ومع ميلاد حركة القوميين العرب في عدن أواخر 59 التحق عبد الفتاح بتنظيمها السري الذي شهدت صنعاء تشكل النواة الأولى لفرع الحركة في اليمن. اختار أن ينتمي إلى حركة القوميين العرب بحكم أنها يسارية عربية، وهكذا اختار الجانب السياسي في حياته. كانت عدن في ذلك الوقت كيمن صغير سكانه من مختلف أنحاء البلاد، وهو ما أثار قلق سلطات الاحتلال التي سعت إلى التفريق بين السكان وفقاً لمناطق ميلادهم. هؤلاء يعلمون بأنه يجب استغلال الوضع إلى أقصى الحدود لأن أيامهم باتت معدودة. قانون الجنسية والذي قال عنه عبد الفتاح إسماعيل بأنه حرم الاشتغال بالسياسة على كثير من أبناء شمال اليمن وفتح الباب على مصراعيه لأبناء الجاليات الأجنبية، كان هو البوابة التي تدفقت منها النقابات العمالية التي تشكلت عناصرها من المحرومين من ممارسة العمل السياسي. عبد الفتاح إسماعيل في تلك الفترة هو يعني اشتغل في مصفاة عدن ونقل النشاط الحزبي للحركة القومية العرب إلى أوساط العمال في المصفاة، وصار ضمن القيادات التي برزت وبشكل سريع. بعدين لما انتقل للمصافي أذكر هناك كان هو كل ما يلتقي بحد أو مجموعة كان يحب يعمل لهم يعني حلقات تعليمية، فكان هو بصراحة شاطر وكان جيد جدا باللغة الإنجليزية، فكان يعطي لهم دروس باللغة الإنجليزية. عبد الفتاح إسماعيل يعني كان أحد المسؤولين عن تنظيم إضراب واسع عام 1960 في مصافي عدن، حيث كان يعمل عامل فني. البعد النقابي هذا ترك لديه خبرة وإمكانية فئوية مع الطبقة العاملة ومع الكتبة والعاملين في المصافي، وهذا كون لديه رؤى متجددة. خلال تلك الفترة عمل عبد الفتاح في حقل التدريس بعد فصله من مصافي عدن نتيجة لقيادته للإضراب العمالي في الشركة. وفي حين كانت عدن تغلي تحت أقدام الإنجليز، جاءت ثورة 26 من سبتمبر ضد الإمامة في صنعاء لتقلب الأوضاع في شبه الجزيرة العربية رأساً على عقب. لاحقاً ستتحول حياة الشاب العشريني جذرياً من النضال السلمي إلى الكفاح المسلح. عندما تأسست الجمعية الإسلامية عام 49، وهو نفس الفترة التي شهدت قيام الجمعية العدنية وتيار لقمان، وأيضا في نفس الفترة رابطة أبناء الجنوب، وبدأت يعني تولد كمان قوى تقدمية، ولكنها لم تقرر أنه الاحتكام يكون للكفاح المسلح، بل يكون فقط محصورا على النضال المدني. كان في وجهتي نظر في الحركة الوطنية، وجهة نظر ترى أولوية الكفاح يعني خروج بريطانيا، ووجهة نظر أخرى ترى أنه لا يمكن قيام يعني طرد البريطانيين من عدن وتحقيق السيادة والاستقلال للجنوب إلا بقيام نظام وطني في الشمال. ليس هناك من أسلوب لطرد الاستعمار البريطاني سوى الثورة المسلحة، لكن كان تقييمنا لهذه المسألة أننا لا نستطيع البدء بالثورة قبل إسقاط النظام الإمام الكهنوتي في صنعاء. لم يكن عبد الفتاح يتفرد في هذا الرأي، وإنما القيادات الجبهة القومية كان لديهم هذا الرأي،
والقحطان الشعبي كان لديه كتاب أول من كتب عن تحرير الجنوب اليمني المحتل حين ذاك، فارتأى كما كانت ترتأي الجبهة القومية ووثائقها بأن بدء الثورة في الجنوب سوف يفشل ما لم تتحرر الشمال من سلطة الإمامة. بعد قيام الثورة السبتمبرية تحول شمال اليمن إلى قاعدة للقوى الوطنية في الجنوب وساحة داعمة لحركة النضال هناك. كان حزب الشعب الاشتراكي بزعامة عبد الله الأصنج هو التنظيم البارز والمؤثر في جنوب اليمن، وبتعيين قحطان الشعبي مستشارا للرئيس عبد الله السلال لشؤون الجنوب والتحاق المئات من أبناء الجنوب لمساندة الثورة، تم الإعلان في صنعاء عن تشكيل جبهة التحرير برئاسة قحطان الشعبي. إذن من الذي أقر الاحتكام إلى الكفاح المسلح؟ كانت الجبهة القومية مستثمرة حادث 14 أكتوبر بحيث أنه أخذ دلالات أكبر مما يعني في 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 حيثيته، أخذ دلال وكأنه هو القرار اتخذ في تلك اللحظة أنه يبدأ الكفاح المسلح هذا حتى الاستقلال. كان عمر عبد الفتاح 25 عاماً عشية اندلاع ثورة 14 من أكتوبر 63، وعقب مشاركته في تأسيس الجبهة القومية خضع لبرنامج مكثف للتدريب على السلاح، ثم تولى مهمة الإشراف على تهريب الأسلحة والذخائر إلى عدن. نصر بن الناصر لعب الدور أيضاً في دعم ثورة الجنوب وتدرب يعني مكافح الجبهة القومية في الشمال في تعز، وكانت مثلت تعز وإب والبيضة ورداع خلفية أيضا داعمة للثورة، وشارك بصورة كبيرة في افتتاح وبالذات معسكر الجبهة القومية في تعز الذي كان يقدم التدريب لعشرات بل ولمئات الفدائيين والمقاتلين الذين واصلوا الكفاح المسلح في الجنوب. هو كان قائدا لجبهة عدن في الفدائيين بعد قيادة فيصل عبد اللطيف الشعبي. على الرغم من نقاط التفتيش وعشرات الأميال من الأسلاك الشائكة، تمكننا من إدخال الأسلحة إلى عدن تارة بالسيارات وتارة أخرى على الجمال، كما كنا نقوم في عدن بصنع القنابل البلاستيكية. كنا نحن في عايشين بالشيخ عثمان، وبعدين أبي كان يعني كانوا من الجبهة القومية وكانوا يجمعوا سلاح، وكانت النساء تعمل تبرعات عشان يشتروا أسلحة، وكانت يعني مجموعة كبيرة من يعني الأصدقاء دائما عندنا بالبيت، دائما في اجتماعات دائما كده. في مطلع 64 أسس عبد الفتاح إسماعيل كتائب الفدائيين وحول أبناء القبائل إلى جنود ثورة، وأصبحت عدن مسرحاً لعمليات الثوار الذين نجحوا في تنفيذ 36 عملية فدائية أدت لقتل وإصابة نحو 40 من ضباط وجنود قوات الاحتلال. في البداية كان العمل يقوم على أساس اضرب ثم اختفي، وهو أساس ملائم للعمل السري، وكان الفدائيون بسبب ذلك يلبسون الأقنعة لإخفاء شخصياتهم تحسباً لأي أعين استخباراتية تراقبهم. في الفترة اللاحقة استطعنا أن نقوم بعمليات تعتمد على عدد كبير من المقاتلين وأن تتركز في أكثر من موقع وفي وقت واحد، وكشفت عمليات حرب الشوارع عن التطور الذي بلغته الثورة الشعبية المسلحة. صنف إرهابياً من قبل البريطانيين،
ومنح البريطانيين أو البريطانيون 5000 جنيه استرليني لمن يجيب معلومات عنه أو يلقي القبض عنه. عبد الباسط فتح كان مصنف كإرهابي لدى البريطانيين وفشلوا في العثور عليه. في 65 أصبح فتاح عضواً في المجلس التنفيذي للجبهة القومية وبإعلان الدمج القسري بين الجبهة القومية وجبهة التحرير في 66 غادر عبد الفتاح عدن إلى تعز حيث اعتقلته المخابرات المصرية. تعرض عبد الفتاح للاعتقال من المخابرات المصرية في تعز وتم نقله إلى صنعاء، وكانت حياته معرضة للخطر، وتم تكليفنا من قبل حركة القوميين العرب بحمايته، وكنا نحرسه ونحن بملابسنا العسكرية. وهذا يفسر لماذا كان عبد الفتاح على رأس الفكرة المجموعة التي كانت حريصة على استقلال القرار السياسي والعسكري للجبهة القومية عن الأجهزة المصرية وعن المخابرات المصرية، ودخل صراع حاد مع هذه الأجهزة واعتقل طبعا في إطار هذه الصراعات. كان هناك بعض الاختلافات لدى بعض الشخصيات المصرية من القيادات الموجودة في اليمن، ولعبوا دور يعني سيء في الدمج القومي، في دمج يعني الدمج القسري، ولكن عبد الفتاح إسماعيل ظل من المجموعة التي حافظت على استقلال الثورة وعلى الابتعاد عن الرهان على الحلول السياسية التي نتائجها في نهاية المطاف كانت خائبة. عقب قرار الدمج المفاجئ ونتيجة للقيود التي وضعتها المخابرات المصرية أمام تزويد الجبهة القومية بالسلاح، انخفضت خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 66 العمليات الفدائية والعسكرية ضد القوات البريطانية. وعقب المؤتمر الثالث للجبهة القومية المنعقد في خمر بمنطقة قعطبة في نوفمبر 66 تم الانسلاخ من جبهة التحرير. طبعا كانت جبهة التحرير يعني مرتب يعني ارتبطت بمصر ارتباط مباشر، وبالتالي كان يجري الإشراف المباشر عليها من الاستخبارات المصرية، فأرادت الاستخبارات المصرية حينذاك أن تسيطر على الطرفين، على كل القوى المقاتلة في جنوب اليمن. في نوفمبر 67 كان هذا الثوري المحترف يرأس وفد الجبهة القومية إلى القاهرة لمقابلة الرئيس المصري، واستطاع إقناع الزعيم عبد الناصر بأن تكون مصر أول دولة تعترف باستقلال جنوب اليمن. عبد الفتاح إسماعيل روى هذه الحكاية مرات عديدة، ومن ضمن ما أشار إليه بهذا الصدد هو أنه أكد للرئيس جمال عبد الناصر بأن الجبهة القومية لم تكن تكن له أي نوع من العداء، ولكنها كانت تعترف بزعامته ويعني وتتمسك بهذه الزعامة. وفي 30 نوفمبر 67 أعلنت الجبهة القومية قيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، وتسلم قحطان الشعبي مقاليد الحكم، وأعلن تشكيل حكومة برئاسته، وتولى عبد الفتاح إسماعيل منصب وزير الثقافة وشؤون الوحدة. وعاد الوفد من جنيف يحمل وثيقة الاستقلال، وفي اليوم الذي وصل فيه الوفد إلى عدن، وكان طبعا هذا الوفد هو برئاسة الرئيس قحطان الشعبي، تم إعلان الاستقلال، والذي أعلن خطاب الاستقلال وثيقة الاستقلال حينها هو عبد الفتاح إسماعيل الذي ألقى هذه الوثيقة على حشد جماهيري كبير تجمع في مدينة الشعب. عبد الفتاح إسماعيل هو وحدوي النخاع، ولكن رؤى متعددة كانت حاضرة في ذلك الوقت،
فارتؤي أن تعلن دولة في الجنوب جنوب اليمن، والتسمية واضحة في اليمن لنشأة الدولة الموجودة في عدن. بعد 3 أشهر من قيام الجمهورية الوليدة يحتدم الصراع داخل الجبهة القومية. عبد الفتاح على رأس التيار اليساري الذي يسعى إلى اقتلاع تركة المحتل واجتثاثها بشكل جذري، فيما يقود التيار الآخر قحطان الشعبي، والذي يرى ضرورة التدرج في التطهير والإحلال والإصلاح. كان كل طرف يترقب اللحظة المناسبة للانقضاض على الآخر. في 20 مارس 1968 حصل انقلاب فعلي. قيادة الجيش تسعى إلى فرض سيطرتها وإلى تحييد أطراف التغيير الجذري. في اليوم التالي يتمكن الرئيس قحطان الشعبي من إخماد ذلك التمرد، ويغادر عبد الفتاح إسماعيل إلى بلغاريا. في هذا الانقلاب انقضت مجاميع مسلحة على قيادات الجبهة القومية بما فيها عبد الفتاح إسماعيل الذي كان حينها وزيراً للثقافة والإرشاد وشؤون الوحدة اليمنية، وتم إلقائه في إحدى العمارات من الدور الثاني أو الثالث، ويعني أدى هذا إلى أن تتكسر أضلاعه وخسر الجولة العسكري لجانب العسكري منهم عشال وإلى آخره، ونزحوا إلى الشمال، وبقي التيار ممكن نقول التيار المدني في واجهة الدولة، في واجهة رئاسة الدولة والجبهة الغربية. قبل أن تطوي الستينيات صفحتها اتسعت رقعة الصراع بين رفاق الاستقلال، وبعودة عبد الفتاح إسماعيل إلى عدن تمت الإطاحة بقحطان الشعبي. وفي يونيو حزيران 69 تولى عبد الفتاح منصب الأمين العام للجبهة القومية، بالإضافة إلى عضويته لمجلس الرئاسة الذي تشكل برئاسة سالم ربيع علي. لم يكن هناك اتفاق كامل بين هذه الشخصيات التي قادت الثورة المسلحة أولا ثم على الحكم. دائما كان هناك تصفيات، مما يشي بأن بعض الشخصيات التي يعني لم ترق لتيار آخر تم تصفيتها من الداخل. وكان هناك تقسيم للسلطة، يعني في الدولة سالمين هو الأول، في الحزب عبد الفتاح هو الأول. صار عبد الفتاح من من الأشخاص الرئيسيين الذين يصيغون برامج الجبهة القومية والاتجاه نحو اليسار واليسار الاشتراكي تحديدا. وبالتالي أنا أعتقد هذا تفسير، يعني أنا أعتقد أن هذا السبب هو الذي جعل عبد الفتاح أن يكون الأول سياسيا. لم يلتحق عبد الفتاح إسماعيل بالكليات العسكرية، لكنه أدرك بأن فشل انتفاضة 14 مايو 1968 هي نتيجة حتمية لعدم وجود قوة ضاربة تدين بولائها للتيار التقدمي الذي يتزعمه. ولكن قوات الميليشيا الشعبية ساهرة ويقظة. بدأ ذو يزن، وهو الاسم الحركي لعبد الفتاح إسماعيل، بتنفيذ ما كان يدور بذهنه، وقام بتشكيل الميليشيات الشعبية والقوات الشعبية وتولى قيادتها. وأيضاً كانت جزء من الذي لعبوا دور في الأيام السبعة ولعبوا دور خاطئ، وفي نهاية المطاف يعني للأسف الشديد الذي يعني تنتقد فيه ثورة 14 أكتوبر العظيمة أنها تغليب المجتمع الأهلي على المجتمع المدني، وكانت الميليشيات جزء من هذه التركيبة التي لعبت دور سالب في الأيام السبعة. يخلو جنوب اليمن من كافة العناصر المناهضة للفكر اليساري،
وتنفرد الجبهة القومية بالسلطة، ويقود عبد الفتاح إسماعيل حواراً مع الماركسيين بزعامة عبد الله عبد الرزاق باذيب، والبعثيين بقيادة أنيس حسن يحيى. لأنه هذه الأحزاب الثلاثة كان لديها توجهات فكرية وسياسية واحدة، لم يكن في ما بينها تباينات، ولهذا جاء هذا الحوار بهدف جمع هذه الأحزاب في سياق تنظيم واحد. وفي أكتوبر 76 أعلن عن توحيد القوى اليسارية في إطار التنظيم السياسي الموحد للجبهة القومية، ويتولى عبد الفتاح منصب الأمين العام للجبهة. نتيجة لتوحيد الفصائل اليسارية تتشكل حكومة مشتركة ضمت في أعضائها ولأول مرة عناصر من خارج الجبهة القومية، وهم من المنتمين للاتحاد الشعبي الديمقراطي وحزب الطليعة البعثي. التنظيم السياسي للجبهة القومية لا يخشى التحالف الوطني القائم على أسس الاشتراكية العلمية، كما أن انحيازنا للبلدان الاشتراكية في كفاحها يستند على الاشتراكية العلمية، وهو موقف مبدئي لن نحيد عنه. تأثر الرئيس سالم ربيع علي بالصين الشيوعية، فيما كان عبد الفتاح إسماعيل يؤمن بالاتحاد السوفيتي الأخ الأكبر للمجموعة الشيوعية. كانت الجبهة القومية تتغذى من تيارات يسارية عديدة، ضمن هذه التيارات كان التيار الماوي والتيار التروتسكي والتيار الجيفاري والتيار السوفيتي، وعبد الفتاح إسماعيل لم يكن بعيدا عن هذا الوضع يعني، ولكنه كان أكثر الجميع اهتماما بالقضايا الفكرية. حتى سالمين يعني كان نفس الشيء في مرحلة معينة متأثر بالتجربة الصينية، لكنه لم يكن يعني أيضا صار مع التوجهات التي تطرحها التنظيم السياسي الموحد للجبهة القومية، وهو رؤية فكرية مختلفة عن التيار الماوي. في ظل تصاعد الخلاف واتساع رقعة المنافسة بين الاتحاد السوفيتي والصين الشعبية على كسب ودعم البلدان الشيوعية، كانت كلا الإمبراطوريتين هما البوابة الكبرى للصراع بين الرفاق في جنوب اليمن. كان الرئيس سالمين يرغب في إقامة حزب ديمقراطي ثوري بدلاً عن الحزب الطليعي الذي كان يسعى عبد الفتاح إلى خلقه. فالمسألة لم تكن نظرية، المسألة ربما تتعلق بطبيعة شخصية سالمين العملية الذي كان مهتم بإجراءات أكثر من بعد من ما وراءها النظري، وفكرة القرب الظروف اليمن من الصين، يعني البلد الذي يهيمن عليها الريف والفلاحين والاقتصاد الغير صناعي والاقتصاد المتخلف. عبد الفتاح كان أميل إلى أخذ التجربة السوفيتية، وكان يراهن يعني. كانت نظرة سالمين ومجموعته المنحرفة مرة في أقصى اليسار ومرة في أقصى اليمين دون معايير ومقاييس لذلك الانتقال المفاجئ من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين في تعامله مع الأنظمة المختلفة. وسالمين كان شعبي، كان صلته بالشارع، صلته بالقهوة، صلته بالفلاحين، صلته بالمواطنين العاديين، خاصة بعدما ذهب في زيارة إلى الصين تأثر بالرؤى الصينية، وعاد إليه عدن وهو متأثر لكي ينقلها أو ينقل التجربة إلى عدن. اتسعت رقعة ذلك الصراع على إثر تورط الرئيس سالمين بحادثة اغتيال الرئيس أحمد الغشمي، والتي قادت في يونيو حزيران 78 إلى نشوب صراع مسلح بين سالمين وفتاح، وانتهت بمقتل الرئيس سالم ربيع علي وتولي عبد الفتاح إسماعيل رئاسة البلاد وزعامة التنظيم. بعد اغتيال الحمدي سالمين كان هذا الوضع قاسي عليه، ولهذا كان لديه قرار في أن يثأر
للحملي، ولهذا دخل في هذه العملية ورتب مع صالح مصلح قاسم الذي كان حينها وزيرا للداخلية وفي المكتب السياسي للتنظيم السياسي الموحد للجبهة القومية، ورتبوا عملية اغتيال أحمد الغشمي. كانت الخطة الأخيرة بالنسبة لاغتيال الغشمي هي المخرج لنسي كل الجهود التي نبذلها وبهدف تفجير الحرب مع الأشقاء في اليمن، وبعد أن شعرنا أننا أمام مؤامرة وحالة حرب بين الشمال والجنوب. وبعد ذلك أرسل سالمين استقالته واجتمعت اللجنة المركزية وصوتت عليها، ولكن فوجئنا بوابل من النيران ينصب على مقر اللجنة المركزية، وشاءت الظروف أن ننجو من الغدر والخيانة، وبعده اتخذ القرار وشكلت محكمة وكان الحكم بالإعدام. سالمين تمرد عن السلطة بعد حادثة مقتل الغشمي ومحاكمته وتحمل المسؤولية أمام المكتب السياسي واللجنة المركزية، ولم يكن سالمين ينوى التمرد، ولكن العساكر اللي معه خافوا على وضعهم فأطلقوا النيران وحدثت مجابهات وإلى آخره، لكن سالمين أعدم بمحاكمة ليست محاكمة قضائية عادلة يدافع فيها عن نفسه ويكون فيها محامي، محاكمة طبيعية ولكن محاكمة حزبية وسياسية، بالتالي لم يصفى. أنا من معلوماتي اللي تلقيتها من عمر الجاوي في وقت مبكر أن عبد الفتاح إسماعيل كان الوحيد هو الذي صوت ضد إعدام سالمين، لكن من كان يكره عبد الفتاح إسماعيل ويصوره بأنه دموي وإرهابي وإلى آخره هو من نسب لعبد الفتاح كل الشرور بما فيها إعدام سالمين. أغلب الناس في اليمن وأغلب الناس في الحزب كانوا مع 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 الانتقام للحمدي ومع ضرب الغشمي، لكن النتائج السياسية والواقعية والقانونية التي ترتبت على هذا الاغتيال، يعني بالأخير هذا رئيس دولة مستقلة، أن تقول أنك بلد واحد هذه مسائل تخصك، لكن هذا رئيس دولة مستقلة وعضو في المجتمع في الأمم المتحدة وفي الجامعة العربية، 15 دولة عربية قاطعت النظام في الجنوب. وفي أكتوبر 1978 أعلن في عدن عن دمج التنظيم السياسي الموحد في الجنوب وحزب الوحدة الشعبية في شمال اليمن، أطلق عليه اسم الحزب الاشتراكي اليمني. الحزب الاشتراكي اليمني كان رؤية السالم ربيع الشهيد سالم ربيع علي تكوين حزب في الجنوب وجبهة وطنية في الشمال. عبد الفتاح إسماعيل كان متحمس لدعوة تكوين حزب واحد. يطلق على عبد الفتاح حينها ولا زال إلى الآن يطلق عليه مؤسس الحزب الاشتراكي اليمني لأنه صاحب الفكرة، لا يعني أنه لوحده قام بهذا التأسيس، يعني كل قيادات الجبهة القومية مكتب سياسي وأمانة عامة وقيادات أدنى شاركوا في تحقيق هذا الهدف. الأحزاب الأخرى شاركت قياداتها في تحقيق هذا الهدف، لكن عبد الفتاح كان صاحب الفكرة وناضل من أجلها أولا في إطار الجبهة القومية. هذه الفصائل اليسارية كان لديها يعني نظائر لها في الشمال، يعني أحزاب يسارية وكانت يعني تعمل من أجل الدفاع عن النظام أولا في الجنوب، وتعمل من أجل إسقاط النظام في الشمال، والهدف الثالث هو تحقيق الوحدة اليمنية. حينها جاءت فكرة توحيد هذه الفصائل كلها. بتحويل مجلس الشعب الأعلى من مجلس معين إلى مجلس منتخب، وبعد الانتخابات العامة انتخب عبد الفتاح إسماعيل رئيساً لهيئة مجلس الشعب الأعلى. خلال السبعينيات ظل الصراع بين الشطرين بين مد وجزر، يخفت تارة وينفجر تارة أخرى.
باغتيال إبراهيم الحمدي وتصفية أحمد الغشمي وإعدام سالم ربيع علي انهار كل شيء مجدداً، ومضت البلاد في مارس آذار 79 نحو حرب دامية. بفشل قوات الشطريين في حسم المعركة سقط الخيار المسلح الذي حاولت الترسانة العسكرية في جنوب اليمن تحقيق الوحدة من خلاله. في نهاية مارس 79 يعلن الرئيس علي عبد الله صالح والرئيس عبد الفتاح إسماعيل وقف إطلاق النار، ويوقعان في الكويت على إعداد مشروع دستور دولة الوحدة. لاحقاً سيكون التوقيع على هذه الاتفاقية هو الذريعة لإسقاط حكم عبد الفتاح إسماعيل. كانت ظروف القوات المسلحة وظروف التماسك فيما يتعلق بالجانب الأمني والعسكري كانت ضعيفة، فاستغلوا هذا الضعف بالتوجه العسكري، وكان يرى صالح مصلح تحديدا بأنها فرصة لإتمام الوحدة، ووصلوا إلى عدة محافظات البيضاء والسرواح ومناطق أخرى. الذي كان الطرف الرئيسي في مع إيقاف الحرب والانسحاب من المناطق التي تم الاستيلاء عليها في الشمال هو عبد الفتاح إسماعيل، من ناحية الإدراك وطبيعة أنه لا تتوفر أسلحة وذخائر، ومن ناحية مراهنته أيضا على الموقف السوفيتي، لم يكن يعني في وارد أنه سوف يأخذ حرب من دون دعم ورعاية الاتحاد السوفيتي. لكن عبد الفتاح كانت وحدويته واضحة وقوية، ومشاركته في مباحثات القاهرة سنة 72 كانت من أبرز الأدلة على هذا. تقديمه التنازل عن منصبه في الكويت لعلي عبد الله صالح كان أيضا هذا إضافة إلى سجله الوحدوي. البعض كان يرى أن وحدوية عبد الفتاح أضرت به، ولكن عندما قامت الحرب وأدرك خطورة الحرب ونتائجها على اليمن شمالا وجنوبا وبضغط من الاتحاد السوفيتي وموقف الجامعة العربية إلى جانب صنعاء، اتخذ عبد الفتاح إسماعيل قرار بسحب القوات الجنوبية من البيضاء، من رداع، من مناطق معينة في تعز، وتحمل مسؤولية هذا القرار، وحكم عبد الفتاح إسماعيل على قراره الصعب وأبعد من الحكم وأبعد من الحزب نتيجة لهذا القرار. في لحظة بدا عبد الفتاح إسماعيل غريبا عن هذه الجغرافيا بعد أن غرق رفاقه في بحور الجهوية والمناطقية، وساق الرفاق تهما لا حدود لها تجاه هذا الرجل الذي أفنى عمره في سبيل تحرير الأرض وتوحيد المكونات اليسارية والنهوض بالمجتمع الجنوبي. وتجرأ عدد من كبار قيادات الدولة والحزب على الترويج بأن عبد الفتاح إسماعيل شمالي يسعى للسيطرة على جنوب اليمن، واتهموه بالتخلي عن قوات الجيش وعن الانتصارات التي أحرزت في حرب 79، كما اتهموه بعدم الكفاءة وانشغاله الدائم بلقاء المثقفين اليساريين العرب والعالميين. الأصول المتواضعة للرجل قلب البلد وقلب الثقافة والإيديولوجيا داخل اليمن ربما جعلته يحظى بنوع من الضغينة الخاصة في النخبة التقليدية السياسية اليمنية. كان ينظر إليه كخارجي، كان أوتسايدر، ده هذا مش مننا، كيف يحكمنا؟ يعني هذه النزعة نمت مع الوقت. مشكلة عبد الفتاح أنه كان ثائرا من نوع تشي جيفارا، لم يكن يحب السلطة ولم يكن لديه ظهير قبلي يسانده في البقاء في هذه السلطة. وفي أبريل نيسان 81 قرر خصوم الرئيس عبد الفتاح إزاحته من الحكم ونفيه إلى خارج البلاد. في رواية أنه أجبر وتحت تحديد السلاح، وهذا مذكور في كتابة غربية، تمام؟ في رواية أخرى أنه عبد الفتاح قدم استقالته 4 مرات قبل هذا ولم تقبل،
وطبعا في رواية أخرى أنه طلب منه أنه لمصلحة الحج عليك أن توقع على الاستقالة هذه، فوقعها. وكان لديه الأغلبية بالمناسبة، مش لديه يعني الطرف الذي كان معه هو الأغلبية. عندما رأى أنه انقسم إلى قسمين، وهذا الانقسام كان يؤدي إلى انقسام عسكري وإلى انقسام مناطقي، جنوبي جنوبي وليس شمالي جنوبي، وأكد على هذا. وهو يعني فضل أن يذهب وقدم استقالته. بموسكو أنا الوحيدة اللي سافرت معه، كنت خلصت الثانوية العامة. طبعا أنا خلال هذه السنتين أقدر أقول لك أنه أنا كنت يعني سكرتيرة ناجحة. كنت يعني من الصباح أقوم لازم أرتب مواعيد، في عندك شاعر جاي ساعة كده كده، في وفد لبناني جاي ساعة كده كده، في وفد سوري سويتي، يعني كانوا مجموعة من الزيارات والاستشارات، وكانوا دائما يعني في مقابلات في مواعيد، فكان دائما ما شاء الله يعني كان الوقت يعني دائما مزدحم باللقاءات. بعد نفي عبد الفتاح إسماعيل إلى موسكو، أصبح علي ناصر محمد الزعيم الأوحد وبلا منازع لليمن الديمقراطي، بعد أن جمع بين رئاسة البلاد والحكومة والحزب. التقيت لمرتين فقط وبصورة شخصية. في المرة الأولى كان يشكو من أن بعض القيادات الحزبية تزور موسكو ولم تزور. المرة الثانية أنا زرته قبل أن أغادر موسكو تقريباً بعشر أيام أو أسبوعين، وكان حينها الانقسام على أشده في إطار الحزب الاشتراكي، فحينها كان مهموم جداً بهذا الأمر. لذلك يذكر الرئيس علي ناصر محمد في أحد مذكراته أنه عندما التقى في موسكو بعبد الفتاح إسماعيل بعد خروج عبد الفتاح من عدن إلى موسكو لعدة سنوات، وجد أمامه شخصاً، طبعاً هو رفاق سلاح من زمان، شخصاً يعني كنت تقول طوباوياً، يطرح له أنه أنا في طريق العودة إلى عدن لأكمل مسيرتي وكذا. وطبعاً علي ناصر يقول في مذكراته أنه قلت له إذن لعلك لا تدري ما الذي يحدث في عدن. ولا زالت حتى هذه اللحظة في مارس آذار 85 عاد عبد الفتاح إسماعيل إلى عدن، وتتسع دائرة الصراع بين فريقين جديدين داخل الحزب، وتتغير خارطة النفوذ في جنوب اليمن، وينقسم الحزب الاشتراكي بين تيار راديكالي يتزعمه عبد الفتاح إسماعيل وتيار براغماتي يقوده علي ناصر محمد. أنا ودعته من موسكو، كنت في موسكو ودعته وهو رجعت، بس أنا ما كنتش موجودة، بس كانت طبعاً الاحتفالات يعني كان وفود وأمم كانت استقبلته في المطار، وصوروا كيف كان الناس يعني جنب بيتنا، وأكثر شيء هم الشباب، كانت الزغاريط والطبول، وكانوا مبسوطين بعودتهم. في الأخير كان في أغلبية في قيادة الحزب اتخذت قرار بعودة عبد الفتاح إسماعيل. لم يكن عبد الفتاح إسماعيل يسعى لسلطة عليا، ولكنه كان حريص أن يمارس أن يستمر في مواصلة جهده التنظيم. وكانت مسؤوليتي حينها الدائرة العامة في اللجنة المركزية، ثم جاء المؤتمر العام الثالث، وتم انتخابه عضوا في المكتب السياسي، وهنا وتم انتخاب علي ناصر محمد طبعا أمين عاما. وكان بعد ذلك الحوار يدور حول أين سيكون
وضع عبد الفتاح هل باعتباره الرجل الثاني، يعني كان الرجل الثاني يفترض أن يكون مسؤول الدائرة التنظيمية، ولكن كان فيه اعتراض على أن يتولى عبد الفتاح الدائرة التنظيمية، فجاءت فكرة أنه ليكن عبد الفتاح سكرتير الدائرة الثقافة والإعلام، ولكن يكون ترتيبه في قيادة الحزب الرجل الثاني بعد الأميانة. أمام هذه الجماهير أخفق الرفاق في إخفاء نواياهم في استئصال الآخر واقتلاعه. والحزب الاشتراكي اليمني. وأمام هذه الحشود أخفى الرفاق أطماعهم في الاستحواذ على السلطة والتفرد بالحكم. كانوا جميعاً يدركون بأنهم على بعد خطوة من الكارثة، لكنهم كانوا يجهلون حجمها وتأثيرها الممتد حتى اللحظة الراهنة. القرية الذي فيها الذي يوجد فيها القوى الأساسية صاحبة المصلحة بالثورة، والذي هم الساعد الأيمن للحزب الاشتراكي اليمني. لكن النتيجة الحقيقية لعودته سريعا ما تحول عبد الفتاح من خصم التيار علي عنتر وعلي سالم وإلى آخره إلى قائد لهذا التيار في وقت قصير، وهذا تعكس طبيعة الطابع الذاتي أحيانا للصراعات والطابع الغير موضوعي لهذه الصراعات. عودة عبد الفتاح التي كانت تعني فيما تعني ترجيح معسكر علي عنتر ربما هي ما دفعت بتفجير الأوضاع، الذي طبعا يمتلئ المسؤول الأساسي عنها يظل علي ناصر محمد لأنه صاحب الرصاصة الأولى، ومن الواضح أنه صاحب التدبير الأساسي لإشعال الحرب، لأنه ربما أراد أن ينتهي من كل تلك الصراعات الحزبية والسياسية ويفرض تصوره عن الصبح. في 13 من يناير 86، وهو اليوم الذي ظل نسيانه عصياً على ذاكرة اليمنيين، كان عبد الفتاح إسماعيل وعلي سالم البيض ينجوان من تلك المجزرة الرهيبة التي راح ضحيتها كثير من أعضاء المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني. أنه شخص اسمه حسان دخل إلى المكتب السياسي يقدم الشاي، وكان عنده مسدس اسمه سكوربيون، سكوربيون يعني العقرب، وقتل فيها الأربعة القادة. وكان هناك سباق من يبدأ، يعني كان الفريقين متأهبين عسكريا للصراع. الرئيس علي ناصر محمد في مذكراته يعني واضح يقول أنه تغداهم قبل أن يتعشوا، حيث صفي تقريبا القيادة التاريخية للحزب وأغلب الكادر. هناك مبالغات كثيرة طبعا في عدد ضحايا أحداث 13 يناير، وهم ربما في حدود 4,000 أو 5,000، هم جلهم أو ربما كلهم من المدنيين أو العسكريين الذين يمثلون قيادة الحزب، يعني تقريبا بشكل شبه كامل. ظل مصير عبد الفتاح إسماعيل مجهولا إلى اليوم، ولا تزال أسرته عاجزة عن الحصول على إجابة دقيقة للغز مقتله ومصير جثمانه. هو اللي ده كان يتمناه، يعني بعد النضال والكفاح، ويعني هو كان كأنه المتوقع، يعني أو أنه كان هو بالنسبة له الشهادة حاجة مهمة، يعني أنه أنا قدمت كل شيء، وإذا كان روحي أقدر أقدمه لهذا الوطن أنا مستعد. أنا كنت أنتظر منه شيئا، أن يقول شيئا. ما الذي حدث بالضبط في اللجنة المركزية؟ ومن اللي قتل عبد الفتاح إسماعيل؟ ثم يعتذر عن دوره، أيا كان دوره، هو المسؤول عن هذه الأحداث لوحده، هم مشتركين جميعا في الأحداث، ما في أحداث يكون مسؤول عليها شخص واحد، لكن ممكن يكون في شخص يعني هو الأول مسؤول عن هذا، لأنه كان هو الشخص الأول، هو الرئيس. شراكة الجنوب كانت مصدر خلل ومصدر خطأ، سواء من جانب عبد الفتاح إسماعيل أو سالم ربيع علي
أو الأطراف الأخرى داخل التنظيم السياسي وداخل الحزب الاشتراكي هي التي أدت إلى الكارثة. ولكن أيضا كان الخطأ هو الصراع على السلطة وعدم التفهم لطبيعة الأوضاع وعدم القبول بالأطراف الأخرى. تجربة الجنوب تجربة عظيمة، لكن إلغاء الماضي مستحيل. في أحد أشعاره يرى عبد الفتاح إسماعيل بأن جسده سيكون قرباناً يختم بها مسيرته. أقدم نفسي للنار فلا أحترق الساعة. سخرية عجيبة وصف من خلالها تلك النهاية التي قدمها رفاقه كتفسير للغز مقتله، بأن جسده احترق بداخل المدرعة التي تعرضت للقصف أثناء محاولة إخراجه من مقر الحزب. تعددت النظريات، لكن واحدة منها، أنا كنت على صداقة مع الأديب الأستاذ سعيد الجناحي، وهذا مقبل قرابة لعبد الفتاح إسماعيل. قال لي بعد أن درست احتمالات مختلفة، بقى هناك احتمال دعاني إلى التأمل فيه الرئيس علي عبد الله صالح، دعاني وقال لي شوف قريبك في ذمة صاحبك. قلت له ما صاحبي؟ قال علي سالم البيض. قلت له أنت كيف يعني قبلت هذه الفكرة؟ قال أن احنا استعرضنا الاحتمالات المختلفة والمدة اللي بقى فيها على قيد الحياة بعد 13 يناير والجغرافيا التي تحرك فيها، ولم يبقى أمامنا احتمال إلا أنه يعني صفي من رفيقه. لا تزال عبارته تمثل إنجيلاً نضالياً وثورياً للأجيال من بعده. رفض المكتبة اليمنية بالعديد من المؤلفات الفكرية والتاريخية والثقافية والأدبية، وذاعت قصائده السياسية والنضالية بين الناس، وصدر له ديوان شعري بالإضافة إلى عشرات المقالات والدراسات والمحاضرات. وحد القوى اليسارية وأسس مدرسة العلوم الاشتراكية والميليشيا الشعبية ومنظمة لجان الدفاع الشعبي واتحاد الشباب الاشتراكي العالمي واتحاد الفلاحين. وبعد نحو 40 عاماً على مغادرته الساحة، لا يزال اسمه حاضراً وشخصيته تثير الجدل وموته لغزاً، ولا يزال هناك من ينتظر عودته.